بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نريد أخواننا أن نتدارس فقه الصيام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان. نعم. Wir wollen über die Abhandlung von dem Fasten sprechen, inshallah, Ramadan erreichen lassen. نذكر أشياء مهمة عن الصيام، ضوابط إذا ضبطناها بإذن الله نستطيع أن نعرف ما هو الصيام والمفطرات وكذا. أولا، لابد في الصيام من ركنين، لابد في الصيام من ركنين حتى يكون الصيام صحيح. نعم. Zwei Säulen gehören zum Fasten, damit der Fasten gültig ist. نية، والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. نعم. Die Absicht und die Stelle der Absicht ist im Herzen und das Sprechen des نية aus ist ein بدعة. وإمساك عن الطعام والشراب وسائل المفطرات. Der zweite ist das Aufhören zum Essen und zu trinken und alles, was den Fasten brechen kann. نعم. فلو أمسك إنسان عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكن لم ينوي بهذا التقرب إلى الله، فصيامه باطل. نعم. Wenn jemand das Essen und Trinken aufhört und vom Morgen vom Fajr bis zum Sonnenuntergang ohne die Nähe zu haben, dass er damit Allah subhanahu wa ta'ala dient, dann ist sein Fasten nicht gültig. وتكفي النية عندنا في رمضان عند دخول الشهر، وقت ما يدخل الشهر ماذا تصنع؟ تنوى صيام شهر كامل، والحمد لله تكفيك هذه النية. نعم. Es reicht aus, wenn am Anfang des Monats Ramadan die Nia gemacht wird, der Absicht, dass man den ganzen Monat fastet. Das reicht aus für den ganzen Monat. كيف يثبت دخول الشهر؟ دخول شهر رمضان يثبت إذا كنت في دولة مسلمة تصوم على صيام الدولة المسلمة، حتى وإن كان هؤلاء يعني في هذه البلاد يعتمدوا على الرؤية الفلكية أو التقويم أو غيره. فإذا كنت في بلد مسلم تصوم مع هذا البلد المسلم، في المغرب تصوم مع المغرب، في الجزائر مع الجزائر، في تونس مع تونس، في تركيا مع تركيا، في ليبيا مع ليبيا، مفهوم؟ في السعودية مع السعودية. وإذا كان في بلد غير مسلم، الله أعلم الذي يفتي به العلماء أننا نصوم مع مكة، وهذا أحسن، لأنها الآن يعني لا ينضبط، هذا يقول أنا أصوم مع تركيا، وهذا يقول أنا أصوم مع المغرب، وهذا يقول احنا قلنا ما عندنا هنا جنسية، وهذا يقول أنا أصوم مع كذا. صحيح. فنصوم مع مكة كما أننا في عيد الأضحى نكون مع مكة ونرتاح. نعم. Das Anfang eines Monats in die muslimischen Länder, so fängt man an, wenn das Land das offiziell erklärt hat. Egal wie die das abgerechnet haben. In einem nicht-muslimischen Land, so sagen die Gelehrten, dass man sich an Mekka hält. Wenn in Mekka angefangen zu fasten, dann fasten die Muslime außerhalb die muslimischen Länder dann auch. طيب. بعض الناس يقول لك طيب الآن أيضا أنا أمسك عن الطعام والشراب مع أذان مكة وأفطر مع أذان مكة أحسن لي، لأن أوروبا الآن هنا النهار طويل 20 ساعة 18 ساعة مثلا أو كذا، فأحسن لي فأحسن لي أن أكون أيضا مع مكة. نقول لا، الشمس هنا تغرب وتطلع، إذا لابد أن تكون مع هذه البلاد اللي أنت فيها، مفهوم؟ هذا في دخول وقت الفجر وقت المغرب، أما دخول الشهر على مكة إلا البلدان الإسلامية تصوم مع هذا مع البلد المسلم. نعم. So könnte jemand auf die Idee kommen, dass er seinen Fasten anhand der Anfang seines Fastens, das Brechen seines Fastens an einem Tag mit den Zeiten von Mekka übereinstimmen lässt. Und das würde nur in den Anfang von Ramadan gehen, dass man Anfang von Ramadan wie in Mekka übereinstimmen lässt, aber das Fasten im Tag soll es dem jeweiligen Land zugeschrieben sein. على من يجب الصيام؟
من الذي يجب عليه الصيام؟ هل يجب علي أن أصوم أو فلان؟ هناك أمور نعرف بها من يجب عليه الصيام. نعم. يجب الصيام على المسلم. خرج بهذا الكافر. لأن الكافر ما نأمر بالصيام. أول ما نأمر بالكافر الدخول في الإسلام بالشهادتين. نعم. المسلم is verpflichtet zu fasten. لأن الكافر ما نخاطب الآن بالصيام أو بالصلاة، والمرأة ما نخاطبها بالحجاب. صحيح؟ نخاطب ماذا؟ بالإسلام أول شيء. جاء رجل نصراني إلى الضحاك بن مزاحم. الضحاك بن مزاحم إمام. فقال له هذا النصراني، قال يا إمام إني أحب الإسلام وأحب الخمر، أحب الإسلام وأحب الخمر. يعني ما الذي يمنع من الدخول في الإسلام؟ حب للخمر، لأنه يعرف إذا دخل في الإسلام ما يشرب خمر. ها بماذا تفتي يا أبا كريم؟ تقول لا تسلم يا عم، خليك في الخمر أحسن. صح؟ قال له الضحاك بن مزاحم رحمه الله، قال أسلم واشرب الخمر، ما الإشكال؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الرسول. فقال له الضحاك، قال أنت الآن مسلم، إذا رجعت عن الدين قتلناك، وإذا شربت الخمر جلدناك. هذا الفقه في الدين، مفهوم؟ الآن ما تخاطب مرأة تأتي تقول أنا ما أريد الحجاب، تقول من قال لك؟ يعني كافرة المسلمة، لا كافر، تقول ما أريد الحجاب، تقول من قال لك أنه يجب عليك الحجاب؟ ومن قال لهذا الرجل أنه يجب عليك الختام؟ من قال لك؟ نريدك فقط أن تسلم. أسلم يشرح الله صدر الإسلام، مفهوم؟ ما تخاطب لا بختان ولا بغيره. طيب نعم. إذن الشرط الأول من شروط الصيام الإسلام. نعم. Der erste Bedingung des Fasten, dass der Mensch Muslim ist. طيب سبحان الله، أصلا ما يصوم إلا المسلم، صحيح؟ لا، عندنا إشكال. من يسب الرب صيامه باطل، من يسب النبي صلى الله عليه وسلم صيامه باطل، صح؟ نعم. Derjenige, der Allah سبحانه وتعالى beschimpfen würde oder den Prophet صلى الله عليه وسلم, sein Fasten ist nicht gültig. الثاني العقل. ابتعد عنه قليلا. قليلا قليلا. لا اللي خلفك هو يعرف نفسه. يا رجل ما خلفك الا العمود، تقدم يا رجل. خير لك ما تتكلم مع هذا. الشرط الثاني وهو لك السؤال. ماذا قلت؟ الاول الاسلام. والثاني الكلام. يا رجل خليك معي الله يهديك. يعني كلها إلى الفجر ترتاح منه إن شاء الله. الله يحفظك الله. أحبك الله، تحبني في الله، استمع لي وأنت استمعني يا أخي. الشرط الثاني العقل. فلو صام المجنون فصيامه ما حد يكلمني إلا هو. باطل. طيب السكران هل يجب عليه الصيام؟ أنا لا أدري. أنا أسأل، هل يجب الصيام على السكران؟ لا يجب، لا تجب الصلاة. معنى هذا أن السكارى يقول جزاك الله خيرا، نسكر ما نصوم. نقول ما تسكر وتصوم، والمجنون أحسن منك، لأن المجنون جن بغير اختيار، وهذا جن باختياري، صح؟ نعم. Der Verstand ist auch die zweite Bedingung für Fasten. Wenn ein Verrückter, ein Wahnsinniger fastet, sein Fasten ist nicht gültig. Auch jemand, der betrunken ist, ist zwar verpflichtet zu fasten, aber sein Fasten, wenn in diesem Zustand, wird von ihm nicht angenommen. الثالث البلوغ يجب الصيام على البالغ. خرج بهذا الصغير، فالصغير لا يجب عليه الصيام، لكن ولي الصغير يأمر الصغير بالصيام، ونحن نحث الصغير ونشجع على الصيام حتى يعتاد العمل. Die dritte Bedingung ist Erwachsenen. Doch Erwachsenen, wir würden aber trotzdem den kleinen Kindern dafür ermutigen zu fassen. الشرط الرابع الاستيطان، أن يكون مستوطن يعني في بلده.
خرج بهذا المسافر فلا يجب الصيام على المسافر. نعم. لكن يجب عليه القضاء طبعا. نعم. والأولى بالمسافر أن يصوم ما لم يشق عليه. أولى بالمسافر أن يصوم ما لم يشق عليه. نعم. Solange es nicht anstrengend ist, dass er fastet, wenn er kann. كذلك القدرة على الصيام يجب الصيام على القادر خرج بهذا. العاجز عن الصيام إما لكبر سن أو لمرض، لكن مرض يمنع من الصيام. نعم. Die Fähigkeit ist auch die Bedingung. الشرط السادس الخلو من الحيض والنفاس. نعم. Der sechste soll periodenfrei und wochenblutenfrei sein. نعم. الآن نذكر المفطرات. ما هي المفطرات مفسدات الصيام؟ من يعرف؟ إخواني ما تصوم؟ اللي يصوم يعرف المفطرات، لأن اللي ما يعرف المفطرات قد يفطر ولا يدري عن نفسه. ما شاء الله. نعم. الأكل والشرب عمدا. Was bricht den Fasten? Das Essen und Trinken mit Absicht. وما جرى مجرى الطعام والشراب. Und alles andere, was ihre Weg nimmt im Körper. يعني أخذ قطعة منديل. هذا ليس من الطعام ولا من الشراب، صح؟ Zum Beispiel, wenn er ein Stück Papier nimmt. وابتلعها. انت شلقت. هذا جرى مجرى الطعام والشراب، صحيح؟ افطر. بس هذا بس فاصل تقول. اذا الطعام والشراب وما جرى مجرى الطعام والشراب. Also das Essen und Trinken und alles was den Weg vom Essen und Trinken nimmt. او اغنى عن الطعام والشراب الابر المغذيه سيروم اظن يسموهم او كذا. Nahrungsspritzen. خرج بهذا ما لو أخذ إبرة مسكنة للألم فولترين مثلا، هذه لا يفطر بها. نعم. Aufgenommen sind Spritzen, Schmerzspritzen oder Medikamentspritzen. إذا مرة أخرى الأكل والشرب عمدا وما جرى مجرى الطعام والشراب أو كان يقوم مقام الطعام والشراب. نعم. Nochmal das Essen und Trinken und alles was den Weg nimmt vom Essen und Trinken oder etwas was die Nahrung auch ersetzt. الثالث الجماع. Das dritte, das Geschlechtsverkehr mit Ehepartner. الرابع الاستمناء يعني تعمد إخراج المني. Das vierte ist Masturbation. خرج بهذا ما لو احتلم نام واستيقظ ووجد نفسه قد خرج منه مني فصيامه صحيح. Sollte er aber Samenlust während des Schlafen bekommen haben, das macht nicht den Fasten kaputt. القي عمدا ادخل اسبح في فيه واستقاء عمدا. Das beabsichtigtes Erbrechen, indem man seinen Finger in den Hals steckt und erbricht, das bricht den Fasten. الحجامه. حجامة يعني أخذ الدم الفاسد ببعض الكاسات على طريقة معينة. نعم. خروج دم الحيض والنفاس من المفطرات. نعم. طيب الآن يحرم على الصائم أمور. نعم. في den Fastenden sind manche Sachen verboten. قول الزور والعمل به. يعني قول كل محرم وفعل كل محرم. Das Verleumdung, also das Sprechen mit etwas, was haram ist, und der Tun von und das Tun von etwas, was haram ist. فماذا تصنع في رمضان؟ ارتاح. وريح غيرك. كن هنا في المسجد. إلى أن ينتهي رمضان. طيب، نعم. So am besten hängt sich man im Messe in der Moschee auf
und lässt den Menschen von seinem Übel. وبخاصة العشر الأواخر من رمضان يعطيك الاعتكاف تعتكف وتدرك ليلة خير من ألف شهر صحيح وفيها استجابة الدعاء والحمد لله رب العالمين. نعم. Besonders die letzten 10 Tage von Ramadan macht man اعتكاف und somit konnte man den ليلة القدر erreichen. يستحب للصائم أمور. Für den Fastenden sind empfehlenswerte Sachen. تعجيل الفطر يعني يفطر في أول الوقت مجرد ما يؤذن لصلاة المغرب يأكل. نعم. Sich beeilen mit dem Fastenbrechen, sobald der Zeit des der Sonnenuntergang, der Zeit des Essen kommt, sobald es schnell es geht, auch das Fastenbrechen. وتأخير السحور ما لم يدخل وقت الفجر. So spät wie möglich auch das Fasten mit dem Fasten mit dem Essen aufhören. Das heißt, dass den Fasten anfangen so spät wie möglich bis zur Fajr-Zeit. السنة أن يفطر على رطب. Und die سنة. أنتبه معي. ما يخرج من هذا الشجر من النخل قبل أن يصلح للأكل هذا لا يأكل أصلا. عندما يبدو فيه الصلاح ولا يصلح للتخزين هذا هو الرطب. عندما يصلح للادخار والتخزين فهذا هو التمر. مفهوم؟ يعني إذا كان كالفاكهة فهذا رطب، وإذا كان يصلح للتخزين والادخار يظل سنين لديه فهذا هو التمر. نعم. Die Sunna ist auch das Fasten mit Frischdatteln zu brechen. Frischdatteln sind die nicht die so alt hängen an den Palmen. Das sind Frischdatteln. نعم. فإذا كان فالأصل أن يفطر على الرطب يعني ما يخرج من النخلة وهو جديد وكالفاكهة يعني. نعم. So ist die Sunna, dass man Frischdatteln als Fasten zum Fastenbrechen nimmt und das ist zählt wie Obst. فإن لم يجد فعلى تمر. Wenn nicht kann, dann Datteln. فإن لم يجد فعلى ماء. Wenn nicht hat, dann Wasser. فإن لم يجد فعلى ما وجد خبز برتقال رز لحم. نعم. Und wenn nicht hat, dann das was findet Brot und فإن لم يجد فعلى ما وجد فإن لم يجد فينوي. نعم. Wenn nichts findet, dann macht den Absicht. يتسحر السنة يتسحر على تمر. Die Sunna, dass Datteln zu Suhoor nimmt. صلاة التراويح جماعة في المساجد. التراويح في الجماعات في المسجد. إذا سب أحد أو شتم أحد يقول إني صائم. Wenn beschimpft wird, dann sagt ich bin fasten. قراءة القرآن. القرآن لازم. الدعاء. بيت كبير. الصدقة. صدقة. الاعتمار يعتمر في رمضان. هذا كله مستحبات الصيام كذلك الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. تحري ليلة القدر. في العشر الأواخر من رمضان. نعم. طيب. يكره على الصائم ذوق الطعام إلا لحاجة. ذوق الطعام إلا لحاجة. نعم. Es ist unerwünscht für den Fastenden, dass er das ist, dass das das Essen kostet, probiert. عندنا صيام مستحب. هذا صيام فرض. صيام شهر رمضان. نعم. Es gibt das freiwillige Fasten. صيام الاثنين مونتاز فاست والخميس مونتاز فاست وثلاثة أيام من كل شهر والسنة أن تكون في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هجري und das 13. und 14. und 15. von هجري مونان صيام ست من شوال und das 6. von شوال صيام
يوم وفطر يوم. Das Fasten eines Tages und Essen eines Tages. صيام عاشوراء مع التاسع والحادي عشر. Auch عاشوراء und das neunte, das Tag davor und danach. صيام محرم. Und das Fasten von Muharram. شعبان. Und شعبان. وصيام عشر من ذي الحجة إلا يوم العيد. Und das Fasten von den zehn Tagen in der Hijja außer des Festtags. صيام يوم عرفة لغير الحاج. Das Fasten von Arafat für die Nichtpilgermacher. الصيام المحرم. عندنا صيام محرم. Es gibt aber verbotene Fasten. صيام يوم العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى. Das Fasten im Fest, sein Eid, Opfer Fest und Eid al-Fitr. وصيام أيام التشريق. إلا لمن لم يجد الهدي أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذو الحجة. Und das Fasten von der 11., 12. und 13. von der Hijja. التشريق شق اللحم ويجعله في الشمس حتى ينشف. هذا هو التشريق. لأنهم كانوا في هذه الأيام لم يكن عندهم ثلاجات. Nah, das sind die Tage nach. نعم. يحفظ الطعام بهذه الطريقة. Das sind die Tage nach dem Opferfest, die drei Tage nach dem Opferfest. وصيام الدهر هذا محرم. Und das Fasten, das dauerhaftes Fasten. وإفراد يوم الجمعة بالصيام. تخصيص يوم الجمعة بأن يصوم في الجمعة. Und dass man genau den Freitag fasten wird, weil es Freitag ist. إلا إذا صام مع الجمعة الخميس والسبت. سيدا فاستد فريتاغ وتأين تاغ دافور وتأين تاغ دانار. نعم. هذا والله أعلم ما يتعلق بالشيء مما يكون في الصيام. يبقى معنا عيد الفطر. نعم. Das Fasten brechen ist. السنة أن تكون صلاة العيد في المصلى أي خارج البنيان. Die Sunna, dass das Eid-Gebet außerhalb verrichtet wird. In Amkan wa illa fil Masajid. Wenn es geht, ansonsten in den Masjid. Yalbas ahsan al-thiyab. Sieht die schönste Kleider. Yakhruj min tariq wa yarja' min akhar. Geht auf einen Weg und kehrt wieder auf einen anderen Weg wieder zurück. Yuhanni an-nas fil Eid. Tuqabbila minna wa minkum. Begrüßt die Leute zu Eid. يصلي بهم الإمام ركعتين. الإمام تفوق إذا بيت زواي ركعات. ثم بعد هذا يخطب. Und danach verrichtet er Predigt. زكاة الفطر. زكاة الفطر صدقة. اسمع. ما يجب على من غربت عليه شمس آخر يوم من رمضان يجب عليه إخراج صاع من طعام وهو ما يساوي تقريبا 3 كيلو جرام من الرز. Die Spende für den Fastenden, die soll verrichtet werden und die ist ungefähr 3 Kilogramm von Reis. كل من غربت عليه شمس آخر يوم من رمضان وهو يعني ولديه ما يزيد عن قوته وقوت عياله يجب عليه إخراج هذا المقدار تقريبا 3 كيلو جرام من الرز. Jeder der letzten Tag der Sonnenuntergang von der letzten Tag von Ramadan so erlebt und hat genug Essen für sich und seine Familie, so ist er verpflichtet, diese Spende zu verrichten. الحكمة منها لماذا نخرج هذه زكاة الفطر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم طهر للصائم من اللغو والرفث. يعني لا بد أن يكون في صيامك شيء. قد تتكلم، قد تصنع شيء، تسب وكذا، تأتي بشيء محرم. فهذه تطهر هذا الذنب الذي حدث من الصائم. نعم. Weisheit hinter dieser Spende ist, dass man sein Fasten während Ramadan reinigt. تخرج السنة أنها تدفع بعد صلاة فجر يوم العيد إلى صلاة العيد آخر وقت لها صلاة العيد. نعم.
Die Sunna ist, dass die verrichtet wird nach dem Fajr von dem Eid-Tag bis zur Zeit von Eid-Gebet. وَيَا صِحَّنْ تُخْرَجْ فِي الْيَوْمَ التَّاسِعُ عُشْرِينَ أَوَ الْيَوْمَ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَهْرَ رَمَضَانَ. Und es geht auch am 29. Ramadan oder auch dem 30. وَلَا بُدْ أَنْ تَكُونْ قُوْتْ طَعَامْ وَلَا صِحَّنْ تُخْرَجْ مَالْ. نعم. Und die muss als Essen, als Nahrung Mittel verrichtet werden. Und es geht nicht, dass man sie als Rüz, Geld verrichtet. Reis, Qamh, Sha'ir, Zabib, Tamr, Getreide, Samid, Grieß, Makaroni, Sah, Aydan, Nudeln. Al-Muhim, Akhrij Haman. Yukhrija, Kam Akhrij Han-Nabi, Sallam, Qut, Na'am. Hauptsache nicht als Geld verrichten, sondern als Nahrung. هو الآن هنا في أوروبا وأراد أن يخرج الزكاة في المغرب. يصح؟ يصح. Jemand, der jetzt in Europa lebt und der will es in Marokko zum Beispiel verrichten lassen. الله أعلم نكتفي بهذا المقدار. الله أعلم صلى الله على النبي محمد وعلى وصحبه وسلم. الساعة كم الآن؟ الساعة 40 دقيقة مثلا. ها؟ 40 دقيقة. Yeah, it's okay.